وبالعودة إلى العاصمة إنجمينا، أنهى أمس المشاركون في الدورة التدريبية حول الكيفية الملائمة لحلب المواشي والعناية بنظافة وتصفية الألبان المحلوبة، أنهوا أعمالهم بأحد فنادق العاصمة. الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة وترقية القطاع الخاص هو من رأس الأعمال الختامية. حليمة السعدية يعقوب. أنهى المشاركون فعاليات أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة التنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول التعرف على كيفية حلب الألبان وتصفيتها والاهتمام بنظافتها، حيث شرح المدرب الأوروبي جميع اللوازم الخاصة بأهمية الألبان وكيفية تصديرها من مكان إلى آخر. في كلمته الختامية، الأمين العام لوزارة التنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص طاهر مرنو آدم فقد أكد بأن تشاد لديها ثروة حيوانية ضخمة وأراضيها قصبة، وأن الاستفادة من هذه المواشي وتصدير لحومها وإنتاج ألبانها هو الهدف الأساسي لهذه الدورة. كما حث الأمين العام المشاركين على الاهتمام بالمعلومات أثناء الدورة، ونشير إلى أن مثل هذه الدورة تسهم في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. استعدادا للاحتفال بالذكرى الثالث للمهرجان الدولي رونيل جاز المتمثل في نغمات موسيقية المعروفة باسم جاز، والذي من المقرر سيحتضن فعالياته العاصمة إنجمينا، وذلك بالمركز الثقافي الفرنسي في 4 نوفمبر للعام الحالي. لذا نظم أعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان مؤتمرا صحفيا، وذلك لمعرفة كيفية القيام بما يستوجب الاحتفال بهذا اليوم الثقافي الفني. وبعد تقديم شروحات مفصلة من قبل الفنانين وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان رونيل جاز، والذي انصبت حول التركيز في إحياء هذا اليوم العالمي والوطني، وهذا ما يعطي له طابعا مميزا للثقافة سيما بلاد التومائية. في مداخلاتهم الصحافة العامة والخاصة فقد أشاروا إلى مدى استعداد اللجنة لتفعيل المهرجان، وفي ردهم للصحافة بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الحدث العالمي. ونختم النشرة بهذا الخبر الديني، حيث احتفل اليوم مسيحيو تشاد كغيرهم من مسيحي العالم بمناسبة عيد الفصح، حيث قام البعض بزيارة المقابر لتنظيفها وتقديم الصلوات للموتى. تقرير خليل حسن صالح. عيد الفصح هو من أعظم الأعياد المسيحية لدى الكاثوليك وأكبرها، حيث اعتاد المسيحيون على الاحتفال به منذ القدم. يزورون فيه المقابر بهدف تنظيفها وإصلاح التالف منها. عيد الفصح هو يوم يتذكر فيه أحياء المسيحيين أقاربهم الأموات، يزورونهم ويجلبون لهم ما كانوا يحبونه في حياتهم من مأكل ومشرب وغيره. دينا دا توم أنا أمي أي سرقانوج كان دينا دا سبولا ميريسي ألمين غشو ما يوصف شيء، لكن مش البيجي عادة شخة نيجانوج داغان سوكي. هي عادة وليست عبادة كما يقول المستشار بالكنيسة الكاثوليكية مجدوم غونكا، مشيرا إلى أن هذا اليوم خصص للصلوات والدعوات لعل الله ينزل الرحمة على قبور الأموات، وأن ما يقوم به المسيحيين الآن هي عادة توارثها الكاثوليك كابرا عن كابر. هكذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.